الحديث الحادي عشر عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أعوذ بك من منكرات، ها من يعيدها؟ من اللي يحفظ من أول مرة ولا راحوا؟ اللهم نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولفظة الأدواء زيادة عند ابن حبان رحمه الله. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء من منكرات الأعمال الباطنة والظاهرة ومنكرات أهواء النفس السيئة. فقوله من منكرات الأخلاق تشمل منكرات الأعمال الباطنة كالحقد والحسد والغل والبخل والجبن وسوء الظن والكبر والعجب ونحو ذلك. منكرات الأخلاق، لو قال واحد: ما هي منكرات الأخلاق؟ ما هي منكرات الأخلاق؟ نقول: هذه حسد، بخل، غل، حقد، عجب، حقد، سوء الظن، الكبر. المنكرات جمع منكر وهو ضد المعروف. المنكر ما عرف قبحه بالشرع والعقل كما في مفردات ألفاظ القرآن. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق لأنها تنافي أصل رسالة الإسلام، ولأن مضرتها على العبد في دينه ودنياه شنيعة، وعلى المجتمع وعلى الأمة. وأما منكرات الأعمال فهي منكرات الأعمال الظاهرة: شرك، قتل، زنا، سرقة، ربا، عقوق والدين، قطيعة رحم، أذية جيران، ظلم، فحش اللسان، غيبة، نظر إلى المحرمات. فمنكرات الأخلاق أخفى من منكرات الأعمال، صح ولا لا؟ فكر فيها. قال: منكرات الأخلاق ومنكرات الأعمال، فهذه الأشياء اللي من نوع الجبن والبخل والغيبة، من جبن والبخل والحسد والغل والحقد والكبر والعجب، هذه أخفى، أما هذه أظهر. فاستعاذ منهما جميعا. وهذا تكميل، يعني كمال المستعاذ منه، بحيث يستعيذ من كل المكروهات ومن كل السيئات. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن خياركم أحاسنكم أخلاقا. طيب، منكرات الأخلاق ومنكرات الأعمال ومنكرات الأهواء. الأهواء الزيغ، الضلال، البدعة. الأهواء متابعة هوى النفس في الباطل، متابعة هوى النفس في الباطل. وتأتي شهوات وشبهات تستميل وتغتال. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى لأنه أصل الضلال ويولد صاحبه المهالك، وهو من الموبقات والفتن. الأهواء لأنها تفتن، تري، يعني: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء أهل الأهواء. وذاك أهل الأهواء ذو المصيبة، يرى عمله حسنا وهو بدعة وضلال، وهو يرى عبادة، يرى طاعة، يرى قربة. الهوى مصيبة، الهوى يريك الشر خيرا والسيء حسنا والباطل حقا، يعني عكس، يعني عكس. وهذه صعوبته، ويسبب انطماس القلب وفساد البصيرة.
ويجعل الصرف عن الحق مضاعفا. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وفي الحديث: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هوى متبع، رواه البزار وحسنه الألباني. سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، ولا يدخل أحد الجنة إلا إذا عصى هواه. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واتباع الهوى موجه ومحرك للوقوع في منكرات الأخلاق والأعمال. والإنسان إذا هوي شيئا أحبه فسعى في حصوله، فإذا كان ضلالا وبدعة فكيف يكون الحال؟ طيب، منكرات الأخلاق ومنكرات الأعمال والأهواء، طيب، ومنكرات الأدواء. الأدواء جمع داء، والداء هو المرض. منكرات الأدواء تشابه عبارة سيء الأسقام الواردة في الحديث الآخر: استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من سيء الأسقام. وهنا منكرات الأدواء، هذه الأمراض الصعبة، هذه الأمراض الشنيعة، كما قلنا الجذام، السل، السرطان، والعياذ بالله. فقد يتحمل الإنسان يعني مثلا الرشح والصداع والسعال، عوارض خفيفة يعني يؤجر عليها ولا تعطله، لا تعطله، لكن سرطان، نسأل الله العافية، جذام، يعني في أمراض خاص تستهلك الواحد، لا صحة ولا، تستهلك ماله وقوته وتفكيره، فلا يكاد ينتفع ما، وفضلا عن أن يستلذ بشيء من الدنيا، فتتعطل منافع وتنحل قواه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من سيء الأسقام، استعاذ بالله من منكرات الأدواء